يسعد مساكم يا سوريين، مساء الانتصار، مساء الإنجاز، مساء نسور قاسيون يلي رفعوا راسنا اليوم. بصراحة مباراة الهند يمكن أصعب مباراة بحضرها من فترة كثير طويلة. توتر، تلف أعصاب، شيء لا يعقل. على أعصابنا عم نحضر، عم نتابع، يعني مشاعر لا توصف. صدقا ما حسيت بها الفرحة يمكن من وقت ما تعادلنا مع إيران وتأهلنا للملحق مونديال 2018. من وقتها لهلأ ما حسينا بنفس الفرحة. شكرا يا عمر خريبين. عمر خريبين أنا راهنت عليه قبل البطولة، قلت عمر خريبين هو اللي رح يعمل الفارق، لأنه دائما عودنا على هالشي بكتير مناسبات. دائما عمر خريبين بيظهر بأحسن حال، بيقدم أحسن مستوى، بيكون هو الحاسم، واليوم هو كان الحاسم، هو اللي ريحنا بعد مباراة صعبة جدا. بصراحة الهند اليوم ما بعرف، يعني اللي بيشوفها عم تلعب هالمباراة بيقول رح تفوز بكأس آسيا في حال تغلبت علينا أو تعادلت معنا. المشكلة حتى وهن متعادلين كانوا عم يضيعوا وقت، يعني شيء مستغرب. لكن الحمد لله اليوم النسور كانوا أبطال، كانوا رجال بأرض الملعب. إذا بنحكي شوي عن تفاصيل المباراة، نحن اليوم لعبنا بشكل هجومي، كان في شكل هجومي للفريق. كوبر رد على الكل، على المنظرين ومدربي الفيسبوك يلي بدهم يقعدوا يعلموا مدرب صار له 30 سنة عم يدرب بأكبر الأندية بأوروبا، بدهم هلا يجوا يعلموه كيف يتعامل مع هالمباريات وكيف بده يقود المباراة، كيف بده يخطط لها. كل واحد ببوست فيسبوك صار مدرب، صار بده يقول لكوبر اعمل هيك ولا تعمل هيك. بالنهاية كوبر رد على الجميع. اليوم المنتخب لعب بشكل هجومي، شفنا الأظهرة متحررين بشكل كتير كبير، عم بحكي عن مؤيد عجان وعبد الرحمن ويس. شفنا أيضا حتى خط الوسط، يعني شفنا إيزيكيل عم يتقدم. خليل الشوط الأول كان شوي يعني مقيد، لكن تاني شوط خليل الياس ورجانا قيمته الحقيقية. ورجانا مين هو خليل الياس؟ اللاعب اللي كان بالشوط الأول كتير ناس المتربصين بالمغتربين بتعرفون كتير، يعني أكتر من حدا بلشوا نحر بخليل الياس بالشوط الأول، حتى ما صبروا للشوط الثاني ليشوفوا خليل، ليشوفوا المنتخب أقل شيء بس صبروا لنهاية المباراة. الشوط الثاني خليل كان له مساهمة حتى بالهدف، قدم مستوى مميز بخط الوسط. إبراهيم هيسار ما في داعي نحكي عليه، محمود الأسود الجوهرة ربي يحميه، يعني الثقة اللي عم يلعب فيها محمود بتفرحني صدقا. هذا لاعب كسبناه للمستقبل، والفضل الأول لكوبر بهالشي. عمار رمضان اليوم يمكن كان شوي متوتر زيادة عن اللزوم، بس ناطرينه إن شاء الله بالمباريات القادمة يكون أفضل. بابلو لساته لحد اللحظة بابلو صباغ تحت ضغط الهدف الأول. بابلو صباغ يحتاج فقط هدف، يحتاج تسجيل هدف لحتى يظهر بالشكل المناسب. لا ننسى يا جماعة هدول المغتربين صح نحن جايبينهم من أندية كبيرة، لكن بنهاية المطاف هدول اللاعبين هي مشاركتهم الدولية الأولى، لهيك لسه عندهم هالرهبة هي، يعني لسه بدهم وقت ممكن لحتى شوية يكسروا هالحاجز. أيهم أوسو ما شاء الله عليه بشخصيته القوية كسر هالحاجز. خليل الياس اليوم بيّن مين خليل الياس قيمته الحقيقية الحاسمة. طلباب لصباغ إن شاء الله ناطرينه الفترة القادمة أيضا، نشوفه على حقيقته على مستواه الفعلي. علاء الدالي كان إضافة كتير مهمة لما نزل، لما لعبنا اليوم بعلاء الدالي وعمر خريبين تحرر عمر خريبين. لهيك أنا كنت دائما عمول يا ريت نلعب بعمر خريبين وبابلو صباغ سوا. بابلو صباغ لما عم يكون لحاله بخط الهجوم يعني عم يلاقي كتير صعوبات، وشفنا عمر خريبين أول ما دخل لما كان لحاله ما كان معه علاء الدالي أيضا كان في كتير صعوبات على عمر خريبين. بس نزل علاء الدالي حرك الوسط، عطى مجال لعمر خريبين، قدر عمر خريبين يهرب من الرقابة، ومثل ما عودنا حسم المباراة بهدف ولا أروع. هدف كان فيه عدة نقلات، كل لاعبين المنتخب اشتركوا فيه، كان محمود الأسود، الجوهرة، خليل الياس، إبراهيم هيسار، عمر خريبين. يا جماعة كل المنتخب كان اليوم توب، كل المنتخب كان رائع، ما راح ننكر جهد ولا حدا، راح نقول الكل كانوا مميزين ما شاء الله عليهم. اليوم في عصر جديد بلش لكرة القدم السورية لمنتخب سوريا. كوبر اليوم كان أستاذ، أوكي ممكن تحفظ شوي بشوط الأول، بس كمان مباراة ما لها سهلة، مباراة أبدا ما لها سهلة. أنت اليوم كان لازم تربح، لو أنه نحن متلقين هدف بأي وقت من أوقات المباراة كانت رح تصحب المهمة أكثر.
لكن الهدف رح يجي لو صبرنا شوي. أكيد الهدف رح يجي، وبالنهاية إجا الهدف، الهدف يلي فرح كل سوريا، يلي فرح 23 مليون سوري، الهدف يلي حطنا بالدور القادم وحقق إنجاز تاريخي لكرة القدم السورية، التواجد للمرة الأولى في الدور المقبل من كأس آسيا. كوبر بعتقد اليوم خلاص، يعني إذا هو رغب بذلك، وإن شاء الله بعتقد عنده الرغبة، فهو مستمر مع منتخب سوريا، وبإذن الله رح يستمر بالبناء، ببناء منتخب جديد لسوريا، منتخب واعد رح يتأهل لكأس العالم القادمة. بدي حي الروح الكبيرة اللي لعبوا فيها اللاعبين، بدي حي الإصرار اللي كان، العزيمة اللي كانت. يا جماعة، مباراة صدقا ما لها سهلة، هاي مباراة كانت أصعب من مباراة أستراليا وأصعب من مباراة أوزبكستان، مباراة فيها ضغط نفسي رهيب. إذا نحن المشجعين والجمهور والمتابعين يلي على ورا التلفزيون أعصابنا ما بقى تحملت، فما بالكم باللاعبين يلي جوا بأرض الملعب، كيف كانت أعصابهم، كيف كانوا عم يتعاملوا مع هالمباراة. صدقا مباراة بدها أعصاب من حديد لحتى تحضرها. مثل ما حكيت، بعتقد بابلو صباغ انظلم أنه ما في مهاجم معه يساندو، شفنا الشوط الثاني خريبين لما نزل معه علاء الدالي اختلف الوضع تماما. هلأ بقى صار وقت التحضير لدور 16، بنحضر لدور 16 ونحن مرتاحين، نحن متفائلين، نحن فرحانين. دور 16 مين ما اجى معنا خلاص ما عاد كتير نهتم، نحن تحررنا من الضغط يا جماعة. وصدقا مباراة دور 16 راح نكون فيها أفضل من مباراة الهند، ما راح أقول راح نفوز بس راح نكون أفضل، راح نقدم مستوى أفضل إن شاء الله. ناطرين خصمنا اللي راح يكون إما الإمارات أو إيران، وغالبا راح يكون خصمنا إيران. إيران ما لها المنتخب المرعب، شفناها أمام هونغ كونغ، يمكن لولا ما حكمنا حنا حطاب منحهم الفوز لإيران كانت راح تخسر بهالمباراة. لهيك ما في خوف من حدا اليوم، نحن عنا رجال، عنا رجال بالمنتخب بأرض الملعب، عنا كادر فني نوثق فيه، عنا كادر إداري اشتغل شغل جبار لخلى منتخب بيروح وحده بألفة بمحبة بعزيمة، خلى منتخب كله قلبه على بعض. شفنا احتفالاتهم، شكرا لكل من ساهم بوصول المنتخب لهالمرحلة، شكرا لاتحاد الكرة بجميع أعضائه وبشكل خاص السيد عبد الرحمن الخطيب والسيد صلاح رمضان وباقي أعضاء الاتحاد، شكرا للجميع. ولسه القادم أفضل، لسه إن شاء الله ناطرين دور 16. أنا صرت متفائل هلأ، أنا رفعت سقف التوقعات لأعلى مستوى، رفعت سقف التوقعات كتير، ما عاد في شيء وقفنا، قادرين إن شاء الله، قادرين نفرح، قادرين نحقق إنجاز تاريخي إضافي للكرة السورية. افرحوا يا سوريين، اليوم كان يوم سوري بامتياز، ودقوا على الخشب.